من أجل التصرف الإيجابي حتى نتفادوا الحاصلات المسجلة خلال السنوات الماضية اللي كانت مرتفعة. التصرف الإيجابي راح يسمح لنا بكل شكل من التقليل بفضل معرفة ما يجب فعله قبل الجانب الوقائي وأيضا أثناء حتى المواطنين يحموا أنفسهم. بهذه الطريقة بدون شك راح يتمكنوا من التقليل من الضحايا. أيضا فيه أيضا جانب ثاني وكان تمرين افتراضي اليوم للوقوف على مدى جاهزية الأتار المتنقلة المتكلفة بمكافحة حالات الغابات وأيضا كيفية التنسيق والتعاون مع الإسعافات الجوية اللي تتدخل بالضرورة حتى تقدم الدعم الإضافي والضروري للوحدات التدخلية الأرضية. طبعا على مستوى ولاية البويرة بالمقر المديرية للحماية المدنية أعطى السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بغلاف وعلى مرقة والي الولاية والجهاز التنفيذي للولاية الانطلاقة الرسمية لفعالية الحملة الوطنية للوقاية والمكافحة من حرائق الغابات. هذه الحملة وقائية عملية تم تحضيرها منذ يعني تقريبا شهر من جانب التحضير من اجتماعات محلية وبعض التقارير المركزية، إضافة إلى التركيز على العمل الوقائي الجواري الذي يخص عامة المواطنين وبالخصوص فئة مهمة جدا من المواطنين وهم الفلاحين مستغلو الغابات والقاطنون بالقرب من الغابات في إطار حماية الثروة الغابية، سواء كان من دعم الجانب الوقائي بتطبيق الوقاية بحذافيرها أو من جانب العمل الذي دعمت المدير العام للحماية المدنية هذه السنة هذا الجهاز العملياتي من 37 لتر متنقل السنة الماضية إلى 65 لتر المتنقل، بالإضافة إلى الإمكانيات الجوية التي أعطت إضافة السنوات الماضية. وهو اليوم بالمناسبة نقف على تمرين افتراضي لقياس مدى نجاعة التنسيق بين الإمكانيات البرية وكذلك الإمكانيات الجوية في إطار إخماد حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية، إضافة إلى المحاصيل الزراعية والنخيل التي سوف تكون الأسبوع القادم إن شاء الله.